مسؤول في الخارجية الروسية يقول إن رد روسيا على فرنسا في حال قررت باريس إرسال قواتها إلى أوكرانيا ليكون سياسيا فحسب المسؤول الروسي لم يحدد الإجراءات التي ستتخذها موسكو لكنه حذر باريس من خطر وقوع اشتباك بين البلدين المسلحين نوويا، التصريحات ليست الاولى من نوعها التي تصدر من موسكو، اذ صدرت تصريحات سابقه مع ورود تقارير تشير لاحتماليه ارسال فرنسا لقوات الى اوكرانيا، الامر الذي وضع العلاقات بين موسكو وباريس في حاله ازمه وتصعيد، فهل ستسعى فرنسا لخفض هذا التوتر؟ وكيف سيكون رد فعلها على التصريحات الروسيه هذه؟ ضيفي من باريس الليله استاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكوميه الدكتور نضال شئير، دكتور نضال اهلا بك معنا دائما في غرفه الاخبار. يعني السؤال اللي يطرح امام هذه التصريحات المتبادله الى اين تتجه هذه الازمه، هذا التوتر بين باريس وموسكو؟ مرحبا بك استاذه شانتال اكيد يعني هذا التوتر كما ذكرتي هو ليس بجديد يعني العلاقات الفرنسيه الروسيه تمر ب يعني بعده ازمات نتيجه باعتقادي العامل الاساسي فيها هو يعني عدم وجود ثقه خاصه من الجانب الفرنسي بالجانب الروسي كما تعلمين فرنسا كانت يعني من 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 اكثر الدول قربا لروسيا وهي حتى يعني حتى اخر لحظه قبل اجتياح الروسي لأوكرانيا، كانت يعني تدافع وهي كانت تحاول أن تأتي أيضاً بضمانات أمنية لروسيا، لكن يعني الثقة أعتقد أنه ذهبت مع مع يعني مع التدخل الروسي المباشر في أوكرانيا، ويعني كما تعلمين وصلنا الآن أيضاً يعني هناك تراكمات من سوء التفاهم، لكن باعتقادي هذه التصريحات الروسية هي تصريحات خشبية فقط يعني لا غير، هي لا تقدم ولا تؤخر وأصلاً يعني لا معنى لها على الارض لانه باعتقادي لا روسيا هي جاهزه يعني للتلويح مثلا بحرب ما بعرف نووية أكيد هذا أمر مستبعد جدا مع فرنسا ولا فرنسا هي لديها بهذه يعني نية للذهاب بهذا الأمر م. كما تعلمين أستاذي شانتال نحن على بعد أيام قليلة من الذكرى الثمانين لإنزال النورماندي وفرنسا كما تعلمين يعني هي تعرضت لانتقاد شديد خاصة من البيت الأبيض لأنها أصرت على دعوة ممثل الكرملين فكيف طح. يمكن لبلد يعني لديه نيه في طيب حرب خلينا نلقي دكتور نضال حتى حتى نتمكن من يعني استكمال هذه القراءه خلينا الموضوع. نلقي نظره نحن والمشاهدين على هذه التصريحات اللي وصفتها بالخشبيه مدير الدائره الاوروبيه الاولى بالخارجيه الروسيه ارتيوم ستوديونيكوف حذر من انه في حال ارسال قوات فرنسيه الى اوكرانيا ستتخذ موسكو اجراءات انتقاميه لن تقتصر على الإجراءات ذات الطابع السياسي كما قال، وقد تم تحذير الجانب الفرنسي من ذلك بشكل مباشر أكثر من مرة. أشار أيضاً إلى أنه رغم كون الخطاب العدائي المتزايد للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا يحظى بتأييد واسع بين الحلفاء في الاتحاد الاوروبي والنيتو وترفضه غالبية الفرنسيين لا يمكن لموسكو الا ان تأخذ هذه التصريحات للرئيس ماكرون على محمل الجد بحسب مقال هذا المسؤول في الخارجية الروسية ويضيف ستوديو نيكوف ان مشاركة فرنسا في القتال في اوكرانيا ستجعلها رسميا طرفاً في الصراع إن كانت دكتور نضال إن كانت لا روسيا ولا فرنسا تريد هذا التصعيد في أي إطار تضعون هذه التصريحات الخشبية وهل يمكن لفرنسا أن تورط نفسها أصلاً في صراع مباشر مع موسكو؟ يعني استاذ فقط لنتفق على نقطتين رئيسيتين اول شيء انه هناك اتفاق بين كافه الدول الغربيه وعلى راس الولايات المتحده وكل الدول انه حصر الصراع داخل الاراضي الاوكرانيه وحتى الساعه حتى كان هناك اشتكاء يعني شكوى من الرئيس زيلنسكي انه حتى السلاح الذي يعطيه الغرب لاوكرانيا من اجل استعماله داخل اوكرانيا وليس يعني ليس ان يتم القيام باعمال هجوميه على روسيا فبالتالي هناك اجماع على ان الحرب تكون داخل اوكرانيا، فبالتالي من هنا تاتي انه هذه التصريحات لا معنى لها ولا يعني مستحيل ان تكون يعني قابله للتطبيق. النقطة الثانية الرئيس ماكرون عندما تحدث عن ارسال امكانية، يعني هو لم يتحدث عن إرسال امكانية ارسال جنود إلى أوكرانيا، هو تحدث عن شرطين، أول شيء طلب من أوكرانيا، ثاني شيء هو وضع خطوط حمراء، هذه الخطوط الحمراء يعني حتى الساعة هي ليست واضحة، لكن الهدف الأساسي باعتقادي هو كان من اجل الدفاع عن النظام الاوكراني وليس من اجل ان تشن مثلا هجوم على روسيا، فبالتالي هنا في حال كانت هناك دفاعيه وكانت ضمن الاراضي الاوكرانيه هذا امر يعني يعني حتى عمليه الاستهداف هي صعبه جدا، فبالتالي باعتقادي انه في ظل هذه الظروف، في ظل يعني ما ذكرت لك ليس هناك من مبرر لاصطدام، فبالتالي هذه تصريحات استعراضيه فقط لا غير للاستهلاك الخارجي وليس باعتقادي يعني ليس من الممكن ان تطبق على الارض وهل ينطبق الموضوع هناك يعني دكتور نضال كان هناك حتى نكون يعني حقيقيين في, في هذه القراءه، هل ينطبق الموضوع ايضا على الجانب الفرنسي؟ يعني عندما تحدث الرئيس ماكرون الى مجله الايكونومست وقال انه لا يستبعد امكانيه ارسال قوات الى اوكرانيا اذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الاوكرانيه، هل كان يقصدها؟ هل كان حقيقه يوجه هذا التهديد المباشر ام انه كمان خطاب للاستهلاك الداخلي؟ أعتقد أيضاً، يعني نعود لبداية الحرب الأوكرانية، كان هناك تصريح يعني وقت من بروكسل أنه ليس أحد في أوروبا مستعد أن يقدم نقطة دم من اجل اوكرانيا، فبالتالي اكيد باعتقادي ليس يعني تصريحات الرئيس ماكرون ايضا هي تصريحات تاتي من من مكانته، يعني اذا بدك هو رئيس التيار السيادي والقوه، القوه العسكريه الكبرى بالنسبه للاتحاد الاوروبي فهي تاتي في هذا الاطار، لكن باعتقادي ايضا ليس هناك نيه للرئيس ماكرون لاشعال لي يعني هذا الامر، كما تعلمين الرئيس ماكرون هذا العام عام مهم له جدا، هو يعني يراهن جدا على نجاح الاولمبياد، فهو يعني اذا كيف يمكن ان يدخل حرب وهناك اولمبياد يعول عليه كثيرا كيف يمكن ان يدخل حرب او يرسل قوات وهو يعلم انه يمكن ان تشعل يعني ان تشعل ازمه وان تؤدي الى حرب اكبر وهناك ايضا قمه فرانكوفونيه يعول عليها ايضا في اكتوبر القادم فباعتقادي انه كلا الطرفين كلا الطرفين يعني الرئيس ماكرون تحدث ب يعني بي من مسؤوليه كقوه عسكرية أوروبية كبرى أنه من أجل الدفاع عن أوكرانيا. لكن باعتقادي على الأرض ليس ليست هناك بنية. يعني الأوضاع لا تسمح لفرنسا من أجل يعني تعقيد تعقيد هذا الأمر. خاصة أن فرنسا هي دائما تريد تريد الانتهاء من هذا الكابوس الأوكراني الذي يؤثر كثيرا على المسيرة الأوروبية التي يعني ترأسها فرنسا. إن انطلقنا من هذه القراءة. هل ستسعى فرنسا لخفض هذا التوتر؟ كيف يمكن لنا ان نتوقع ان تكون التصريحات او القرارات التي يمكن لباريس ان تتخذها يعني باعتقادي ليس هناك يعني كما ذكرت لك بعد بضعه ايام سياتي موفد روسي للمشاركه بذكرى بذكرى ال 80 للانزال النورماندي فبالتالي هذا برايي خفض للتصعيد لكن كما ذكرت لك يعني ال 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 في مشكله في مشكله حقيقيه مع الجانب الروسي، في مشكله م. حقيقيه مع الجانب الروسي وهذا قد تحدث عنها يعني وزير الخارجيه الفرنسيه قبل قرابه شهر من الان وهي وقت عملت ازمه عندما تحدث انه يعني اصلا الحوار يعني مع الروس يعني لا لا يقدم ولا يؤخر لسبب وحيد باعتقادي انه الروس لا يريدون الحوار مع الاوروبيين، الروس يريدون حوار مع دوله واحده فقط هي الولايات المتحده الامريكيه، يريدون اتفاق مع دوله واحده فقط هي الولايات المتحده الامريكيه، روسيا باعتقادي لا تريد حوار مع الاوروبيين لان الاوروبيون يعني هم كانوا من اكثر الداعين للحوار، لكن الرئيس الروسي اختار المواجهه وهذه الحرب يعني نحن كما تعلمين هذه الحرب هي صحيح في أوروبا لكنها هي حرب بين روسيا والولايات المتحدة وليس بين روسيا وأوكرانيا أو روسيا والأوروبيين فبالتالي من هنا تأتي المشكلة أعتقد أن هناك مشكلة ثقة كبيرة فبالتالي يعني كما ذكرت لك هذه التصريحات التي أدلت بها يعني الروس لا تقدم ولا تؤخر وأعتقد أنه حتى يعني لا تستأهل أي رد أي رد فرنسي عليها شكراً للدكتور نضال الشقير أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية من باريس